بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الدقيقة الواحدة. المطلوب منا أن نصل الكلمة بمعناها وليس ضدها. هذه الكلمات الحمراء، من يقرأ الكلمة الأولى؟ من يقرأ الثانية؟ الكلمة الثالثة. احنا تناولنا الدرس يا ريان، الان انا سامر ارى ان كان هناك احد حل سيخرج خارج المنافسة، لان هناك جوائز ونجوم، هناك جوائز ونجوم. اهم شيء ان انت تشغل عقلك، العقل لابد ان يفكر. طيب، في خلال دقيقة أنا الآن سأشغل مؤقت الدقائق. بسم الله بسم الله. كل واحد يمسك كتابه في يده ويقف حتى تنتهي الدقيقة، ثم سارة وسع هنا شوية، وسع هنا، تعالوا هنا، تعالوا كده، روح شوية كده، روح شوية، روح كده، روح كده، بسرعة يا فهد خلص، تتفرج علينا، يلا يا عبد العزيز، وصل، يلا يا سعود، يلا يا كرم، وصل الكلمة بمعناه. خلص يا سعود، باقي خمس ثواني، باقي خمس ثواني، هيا يا كرم اسرع اسرع يا كرم. خلاص انتهت الدقيقة، انتهت الدقيقة، خلاص تعال تعال. خلاص فهد، ماذا تفعل يا فهد؟ وانا كده تشاجرت جبن خوف، فصل بيننا، جمع بيننا. طيب الآن سنرى الإجابات الصحيحة. طبعا اللي بياخد إجابة صحيحة بياخد نجمة يضعها في مجموعته. هات النجوم، خلع النجوم بالراحة اللي هناك، أمس حق أمس، اخلع النجوم بالراحة، روح يا براء هات اللي هناك. طيب خلاص، هذه حقتنا، هذه حق مجموعاتكم، شلناها شلناها. يا براء عندك خطأ، جوب ما هي شجاعة، عكسها شجاعة. تشاجرت تصالحت، جوب شجاعة، فصل بيننا، جمع بين. هذا ضد وليس معنى، هذا ضد وليس معنى يا نواف، كل اللي انت عامله ضد. يلا يا براء اقعد. فرق تخاصمت، عندك خطأ 7 من 10. اجلس. تشاجرت تخاصمت، جبن شجاعة، فصل بيننا، فرق بيننا، إجابة واحدة صح. اجلس. جبن خوف، تشاجرت تخاصمت، 10 من 10. أول واحد يأخذ 10 من 10 الطالب سلطان، خذ جائزة، خذ جائزة، وخذ نجمة ضعها في مجموعته. جبن خوف، تشاجرت خصم، 10 من 10 يا عبد الله، 10 من 10، بارك الله، خذ جائزة. فرق بيننا، خوف تخاصمت، 10 من 10 ما شاء الله. أحمد خذ نجمة، عبد الله
خذ نجمة ضعها في مجموعتي. فرق بيننا خوف، تقاسم 10 من 10. اللي أخذ 10 من 10 يأخذ نجمة ويضعها هنا. خذ كتابك بسرعة، يلا بسرعة بسرعة حتى لو نضيع الوقت. 10 من 10 هتان. عبد الله كيف هنا، خذ نجمة يا هتان ضعها في مجموعتي. 10 من 10 كيف هنا يا ريان. فرق بيننا خوف. عندك خطأ. 7 من 10 تشجرت، يعني كيف يعني اتصلحت، ينفع تتشجرت يبقى اتصلحت. ها ضع هناك، ضع هناك. شجاع خطأ، تخاصمت. جمع بيننا خطأ. 3 من 10 3 من 10 هات يا خالد. تشجرت تخاصمت صح هنا. دي موصلة جبن الشجاعة خطأ. عندك 7 من 10 واحدة خطأ. تشجرت تخاصم جبن الشجاعة. فرق بينه 7 من 10 عبد العزيز. آخر واحد كرم. اللي أخذ 10 من 10 يقف بر. جمع بيننا خطأ، جبن خوف، تصالحت. 3 من 10 إجابة واحدة بس فقط. الفائزون معنا الذين حصلوا على الدرجات النهائية، الذين حصلوا على الدرجات النهائية 10 من 10 الطالب هتان، الطالب ريان، الطالب عبد الله، الطالب بلال، والطالب أحمد، والطالب سلطان. هؤلاء أبطال الدقيقة الواحدة. الباقي تسرع. والآن سنتعرف، جزاكم الله خيرا، سنتعرف على الإجابات الصحيحة. نتعرف على الإجابات الصحيحة. انظر انظر، تشاجرت تخاصمت ولا تصالحت؟ تشاجرت يعني تخاصمت. انا اعجب ممن يصلها بتصالحت. كيف انت تتشاجر وتصالح مع بعض؟ طيب جبن، ناس كتير عاملينها الشجاعة. كيف الجبن يعني الشجاعة؟ لا، الجبن يعني الخوف. وفصل بيننا، فرق بيننا. هذه الإجابات الصحيحة، ويجب علينا أن نفكر، يجب أن نشغل العقل. يا نواف أنت عامل كله ضده، كله ضده. وكذلك الكثير أخطأ فيها. يجب أن نفكر جيدا حتى نصل إلى الإجابة الصحيحة. وفي الختام أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.